وقالك سيبها للحمدي. هاي الأكلة أصلا يمنية، هي نشتغلها بالحسكة، مكونة من رز وفروج ولحم على الفحم تنور، نزل الرز فوق اللحم، يجي ما في حدا هون بالحسكة غير احنا نسويها، هاي مكوناتها، في لها ملح خاص، في لها زعفران، في لها توابلها خاصة، يعني ما في منها هون التوابل، أول ساعتين بالتنور. لا 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 حد لا 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 لا